بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب تكونوا بخير. بصوا يا جماعه، اللي بيسالني افضل ثلاجه في ثلاجات توشيبا العربي، انا ما حد يجي يسالني يقول لي اجيب ايه اي موديل في ثلاجات توشيبا العربي، برشح له الموديل ده. ليه انا برشح الموديل ده؟ لان الموديل ده انا شايف التقسيمه بتاعت الثلاجه كويسه جدا، شايف ان الخامات، الماتور نفسه اللي هو الماتور الكوري والغاز التبريد اللي هو R600 والفريزنج كابيستي بتاع التلاجة تقريبا 5.5 6 كيلو طعام في اليوم، عالية جدا. فالتلاجة دي انا برشحها جدا في تلاجات توشيبا. هنعرف كل حاجة بالتفاصيل، هنشوف الموديل ونشوف الساعة الاترية ونبص عليها من جوه ونفصصها حتة حتة ونشرحها حتة حتة. بس قبل ما نبتدي، يا ريت نصلي على النبي، ويا ريت كده لو محدش في الزوار تحت الفيديو مكتوب عليه الاشتراك، اتمنى تضغطوا لنا عليه. طيب التلاجه دي بص كده على بطاقه الكفاءه، اي تلاجه تروح لها يا جماعه، الناس اللي اول مره تشوفني، اي تلاجه بتروح لها بتبص على بطاقه الكفاءه. بطاقه الكفاءه دي بتكون اهي، دي بطاقه الكفاءه بيكون مكتوب فيها بيانات التلاجه، يعني دي تلاجه المرق، تلاجه طبعا نو فروست، يعني بتبرد بالبخار مش بتعمل تلج. دي الماركه توشيبا، توشيبا العربي، ها توشيبا العربي، خلي بالكم. تمام، الموديل بتاعها بيكون 51 زد، 51 زد، السعه الاتريه 395 لتر. دي بتكون استهلاك الشهري بتاع الكهرباء 37 كيلو، دي بتكون ضمان 10 سنين زائد سنتين عمر افتراضي، وده رقم خدمه العمله بتاع العربي 19/3/19. تمام، الثلاجه دي بيكون خصائصها انفرتر. انفرتر يعني ايه يا جماعه؟ يعني موفره في الكهرباء، بتوفر في الكهرباء، عشان كده هتلاقي استهلاك الشهري بتاع الكهرباء 37 كيلو في الشهر. دي طبعا الماركه بتاعتنا توشيبا، توشيبا العربي. المقبض بتاعها بيكون مقبض داخلي، بينزل منها كام لون الثلاجه دي؟ بينزل منها لون الاستانلس اللي هو الداكن ده، بينزل منها لون السيلفر زي اللي جنبها كده، تمام، وبينزل منها اللون الذهبي، الذهبي ده زي الاصفر كده، وبينزل منها لون الازاز الاسود، وبيكون اغلى شويه، بيكون اغلى، الازاز الاسود بيكون اغلى 2000 جنيه عن الثلاجات اللي هي مش ازاز. طيب نفتح كده الثلاجه من جوه نبص عليها. دي بيعجبني بقى، بص تقسيمه الكابين عامله ازاي. بصوا يا جماعه، دي في ثلاجات توشيبا يعتبر اكبر حجم في ثلاجات توشيبا اللي هي الانتاج المحلي. بصوا اول حاجه الدرج اللي فوق ده درج اللي هو بيقولوا التبريد السريع، بس ده مفتوح من غير غطا، تمام. دي فتحات التبريد اللي بتدخل تبريد للثلاجه. عندي ادي في رف، اهو الرف بيكون من الازاز، ادي رف، ادي التاني ممكن انقل الرف بدل ما احطه هنا اطلعه فوق، وبيكون في اضاءه ليد كده من الجنب، وبيكون في زي بكرتين اهم، بكرتين بتحكم في التبريد بتاع الكابينه اللي تحت، وبتحكم في التبريد بتاع الفريزر اللي فوق، وفي حاجه اسمها الايكو مود او وضع توفير الطاقه للاجازات، وفي حاجه اسمها التجميد السريع او الكويك فريزنج. التلاجة ما شاء الله تقسيمتها حلوة جدا، يعني ممكن احط حلل في اي رف انا عايزه. ودي اكبر حجم في ثلاجات توشيبا، درج الخضار والفاكهة برضه حجمه كبير، وبيتحرك على العجل. بصوا بيتحرك على العجل وسلس معايا في الدخول والخروج. في ميزة برضه في الرفوف بتاعة باب الكابينة، يعني ممكن هنا مديني انسيابية اللي انا اقدر اغير المكان بتاع الجزء ده، يعني ممكن اشيل الجزء ده احطه هنا، وممكن اشيل الجزء ده احطه هنا. هتلاقي كده في الميجرا بتاعته، بشيل واطلع فوق وانزل تحت زي ما انا عايز بالظبط. عندي انسيابيه عشان لو عندي حاجه مثلا ازاز طويله، ازاز لبن، ازاز ميه مثلا عايز احطها، وفي حاجه مضايقاني ممكن اشيل ده احطه مثلا هنا. تمام، نبص كده على بيانات الثلاجه اهي يا جماعه. الفريزنج كابست بتاعتها، فريزنج كابستي 2 كيلو و75 في ال 12 ساعه، يعني في ال 24 ساعه يبقى 5 كيلو ونص طعام في اليوم، يعني حاجه جميله جدا. غاز التبريد بتاعه R600، وطبعا الفولت والكهرباء بتاعه الثلاجه والوزن. طبعا الثلاجه بيكون معاها كتالوج، وفي رف صغير بس ده ضيق للحاجات اللي هي الرفيع زي السمبوسك والجلاش والحاجات دي. احاول اجيب لكم بقى الموتور من ورا. يا رب يكون باين. شايفينه يا جماعه؟ هتلاقي غاز تبريد R600 والموتور مكتوب عليه ميد ان كوريا. معلش عشان بس تمام. وده في ده الجزء المنظم، المنظم اللي بيدخل، بينظم الكهرباء اللي داخله للتلاجة. وهتلاقي برضو في السيريال، السيريال ده بقارنه مع السيريال اللي موجود مع بطاقه الضمان عشان اتاكد التلاجة تمام ما فيهاش اي لعب. وفرز اول التلاجة ده شكلها بصوا بيكون معدن من الخلف ومقبضين بلاستيك من فوق كده. انا اتكلمت على التلاجة، التلاجة دي جميله جدا جدا. هي بس المشكله اللي كانت بتيجي منها، كان في ناس مش كلهم يعني، يعني ممكن نقول نسبه مش قليله منهم بيقول لك التلاجه صوتها عالي شويه، او صوت الموتور بتاعها عالي شويه. فانا بنصحهم ان هم يبعدوا التلاجه عن الحيطه مسافه كويسه، يعني يبعدوها مثلا بتاع 40 سنتي 30 سنتي عشان بس الصوت، او يحطوا تحتها مثلا موكيت، حاجه اللي هي زي
زي الفيل اللي كده والحاجات دي اللي بتمنع الصوت او بتقلل الصوت شويه. بس هي التلاجه برضو جميله جدا، وفي ناس بتاخدها تقول ما بتشتكيش من الصوت، بيقول لك ما لهاش صوت خالص، بس دي المشكله الوحيده اللي جت منها. اما مش مفيش مشاكل خاصه بالتبريد او التجميد او اداء التلاجه نفسه، مفيش خالص مشاكل بتيجي من التلاجه دي. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.